بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وأيامكم سعيدة بحلول عيد الغدير الأغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتمسكين بولاية علي عليه السلام. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول يعني مختصات أهل البيت عليهم السلام في علاج تساقط الشعر، وعلماؤنا الأعلام يقولون حسب يعني ما يروى عنهم في مسألة معالجة تساقط الشعر هو أن تعمل خليط من زيت الخروع وزيت الزيتون وقليل من العسل، ويقلب جيدا ويدهن به فروة الرأس، ملعقة من زيت الخروع، ملعقة من زيت الزيتون، ونصف ملعقة أو ربع ملعقة من العسل، ويقلب جيدا ويدهن به فروة الرأس فتتخلص من تساقط الشعر. أما لتقصف الشعر فهناك تركيبة يرويها أحد العلماء، وهو أنك تستخدم زيت لوز حلو وزيت جوز الهند وزيت خروع وزيت جرجير، طبعا هذا موجود كله عند العطارين بنسبة متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه عند المساء. تعرفون بأنه الأوقات في الليل والنهار تؤثر في الإنسان، بل تؤثر في كل تفاصيله. فتقصف الشعر تركيبته بهذه الصورة: زيت جرجير مع زيت لوز حلو وزيت جوز هند وزيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء فتتخلص من تقصف الشعر. أما قشرة الرأس فلمن كان شعره دهني يدعك فروة الرأس بليمونة، ليمونة يقوم بقطعها إلى نصفين ويقوم فروة الرأس يدعكها يعني بليمونة للشعر الدهني. أما إذا كان ليس بالشعر الدهني فيدلك فروة الرأس بخل مع ماء ثم يشطف الشعر، يعني ملعقة كبيرة من الخل على لتر من الماء يكفي فتتخلص من قشرة الرأس. أما مسألة تجعد الشعر فيدهن الشعر بهذا المركب: زيت خروع مع زيت لوز وزيت جوز الهند بمقادير متساوية، ملعقة بملعقة بملعقة بملعقة، هذا الأمر راجع إليك، أو نصف ملعقة، ثم يدهن الشعر بهذا المركب ويذهب هذا تجاعد الشعر. وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.